المطالب هي ولو اختو هي واضحه. فيما يخص الاخوان صحاب عندنا جوج صناديق، كاين الصندوق المغربي للتقاعد وكاين صندوق الوطني من حراره التقاعد. الاخوان اللي عندهم مشكل فيما يخص التقاعد هما الناس ديال الصندوق المغربي للتقاعد. علاش؟ لانه هاد الاخوان ابتداء من 2004 الاداره ما بقاتش كتصرح لهم بالمستحقات ديالهم. شيء اخر اللي هو غير ممكن وفي المغرب كله وفي العالم كله، اننا احنا كنا كناخذ واحد الشهاده ديال الاجر اللي فيها واحد المبلغ وفيها واحد الراتب اساسي اللي خرج التقاعد، واحد الاداره صرحت الصندوق المغربي للتقاعد بواحد الراتب اخر لا علم لنا به، لا علم لنا به، وبالتالي انه ليس في الوظيفه ان الموظف ان يكون له راتبين اساسيين. والحمد لله، والحمد لله ان القضاء انصفنا هو مشكور، والحمد لله نحن نعتز بان القضاء في المغرب القضاء انصفنا، ونوجه له التحيه باسم هذا الاخوان، نوجه التحيه الى القضاء الاداري انصفنا ولم وما تشرش كما تشرب بعد وسائل الاعلام، والحمد لله. كما اشرت سابقا لانه الوضعيه ديالهم هي وضعيه مزريه، انا اقول لك كاين الانسان اللي خدم 40 عام وفي التقاعد ديالو عنده ما بين 2000 2500 درهم. 40 سنه 40 سنه ديال العمل كلها، والانسان في العدم وفي التماره وفي اسمه تتعرف رغم انه اتصالات المغرب راه ماشي سهله، لانه هذا الموظف ديالها راه كيدخل الدور ديال الناس وكيلقى اثار وكيحافظ عليهم. هذا الموظف راه عنده واحد العدد المسائل، ولكن كان امين. وساحكي لكم قصه، اننا حينما كنا عند اسمه عند استقبلنا في 75 المرحوم باسم العمر العالمي كان وزير، ماذا قال لنا؟ قال ان انتم ستكونوا سفراء، حذاري انكم تدخلوا بيوت الناس وتلقاو الفلوس وتلقاو الذهب، حذاري شي واحد ما تيدو، كتلقاو اسرار، تلقاو امراه ريانه، حذاري علاش تخرج. وفعلا خدنا منه درس، كان انسان وطني حق، لكن مع الاسف من بعد من اللي جاو اللي من بعده القينا الكارثه العمر الكارثه الطامه. وان هذه الاداره ما لان ما احنا كنا كنتساءلوا ويسر ما عرفناش الى اين في الغداء، في الغداء الاداره. ناخذ مثال بسيط انه ملي كان لا واش هي تبع الهيئه السياسيه، لان الى خلينا من المحجوب الى حردان الى السلع انصار الى 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 الان ما كاينش واحد اللي هو من تحت الميدان في تحت، كل شيء ما كان غير الفوق. واش هي ديال القبيله؟ ما تكون ديال القبيله، لا راه مؤسسه وطنيه، هذه راه مؤسسه اللي هي حلت ازمه ديال المغرب في 2000 ملي قال المرحوم الحسن الله يرحمه المغرب استقلال القلبيه، ابان الحكومه عبد الرحمن اليوسفي تبع اتصالات المغرب، ولكن حنايا تحنا تبعنا معها وما تقنا، ولكن هذا ما خدنا اي شيء. فلهذا من خلالكم نطالب بالاستدعاء الحكومه ومن كل من يهم والسيده وزيره الماليه والسيد المستقل انهم يراجعوا الوضعيه ديالنا ويرجعوا الوضعيه ديالنا وينصفونا وينصفونا، لان نطلبوا واحد الانصاف. احنا ما كنطلبوش الصدقه، كنطلبوا الانصاف فقط، لان في دول الحق والقانون كنطلبوا الانصاف. احنا ناس اللي خدمنا مع اتصالات المغرب في الوقيته اللي كانت وزاره البريد والمواصلات السلكيه ولا سلكيه في افون 84، منذ سنه 84 دازت القطاع ديال ولات اوفيس ناسيونال مكتب وطني للمواصلات السلكيه ولا سلكيه، ابري دازت القطاع ولات شركه. الو حنا كانوا عندنا حقوق ديالنا كامله من الاول تقريبا من الوزاره ومن لوفيس. ابخي في الشركه جات حبستنا لي كوتيزاسيون ديالنا دوبي 2004، الناس اللي خاضعين الصندوق المغربي للتقاعد حبستنا لي كوتيزاسيون ديالنا. ملي خرجنا التقاعد تفاجئنا بالراتب ديالنا واحد هزيل بزاف. انا ملي كناخذوا مثلا واحد الاطار في اتصالات المغرب وكنقارنوه مع اطار اللي في لا فونكسيون بيبليك كنلقاو انديفيرونس كبيره في التقاعد. الوغ تفاجئنا ملي مشينا كنقلبوا داك الشيء لقينا لي كوتيزاسيون ديالنا، التجأنا للمحاكم. فهمتي؟ وبالاضافه هذا غير مشكل ديالنا ديال السمير، عندنا مشاكل اخرى اجتماعيه، ان دابا الانسان كيخدم مع اتصالات المغرب التليفون ديالو كيخلصوا. حنا كنطالبوا على ستار ديال لي زوطر لي زوطر ادمينستراسيون لي زوطر ايتابليسمون بحال لونسيف كيعطيهم لا كارت ديال التران، بحال رضا ما كيخلصوش الضو، حنا التليفون كنخلصوه. داكشي ديال التخييم عرفتي بواحد الاثمنه خياليه، وعندنا متقاعدين كيتوشيو 3 ميل ديغام 4 ميل ديغام، كيفاه مع غلاء المعيشه وداكشي كومون فافير
سي تري ديفيسيل. ولهذا عندنا هاد المطالب كامله كنطالبوها واسسنا جمعيه باش كنطالبوا بهاد الحقوق ديالنا، وهذا الشيء اللي كاين. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.